طيب قول لي بقى، يعني شغلك الجميل، اللون الشعبي الجميل اللي تميزت بيه وورثته طبعا عن والدك، ممكن تفكر انك تغير تلبس بدله وتقدم حاجه مختلفه؟ لا، ما فكرش ان انا اغير شكلي واغير لوني، انا طلعت بالشكل ده والناس حبتني بالشكل ده وانا بحب الشكل ده. ف قول لي ايه جديدك بقى اللون ده؟ الجديد ان انا بعمل ان شاء الله بنوزع غنوه جديده من اغاني رايس متقال، برضو بنوزع الفراوله والبت بيضه، عاملهم مزج مع المزيكا الشعبي الحلوه اللي بتخلي الناس ترقص وتعمل، وفي نفس الوقت حاطين لها مضمون وموضوع. الاغاني المهرجانات شويه سحبت البساط من تحت الاغاني الشعبيه؟ شويه صغيرين بس سحبها بشكل معين، يعني سحب الموضوع ان هم عاملين شكل للمزيكة المهرجان والكلام ده كله. اللي عجبني كمان اكتر في المهرجانات اللي بيقولوا ان هم حاطين كلمه حلوه على الموضوع. ممكن تغني مهرجانات؟ المزيكا ممكن ما تتقبلش مني، لكن الكلام الحلو ما حدش يعني طبعا انا بشكرك ومنور مره تانية العرض الخاص للفيلم ودايما متالق حبيبي، متشكر جدا، شكرا، فرصه سعيده، شكرا.